طلبتنا الأعزاء تحية مسائية عطرة أهديها لحضراتكم من كادر قناة الطليعة الفضائية وبرنامج بكالوريا، وهذا اليوم سيكون أكيد لمرشحات مادة اللغة الإنجليزية للسادس الأعدادي، وبواسطة أستاذنا عباس فاضل نقول له أهلا وسهلا بك. ومخرجنا لهذا اليوم سيكون الأستاذ أحمد الإبراهيمي، سأكون أنا معكم في الإعداد والتقديم خالد المولى. طبعا نعتذر عن التأخير لأسباب لوجستية، ونحب أن نبلغ طلبتنا الأعزاء أنه أرقام الهواتف مثبتة في أسفل شاشة قناة الطليعة الفضائية، طبعا تقدرون تتصلون وأي استفسار أي سؤال لمادة اللغة الإنجليزية. طبعا نقول هنيئا لكم اجتياز مادة اللغة العربية، ويمكن الأسئلة كانت يعني نفس التوقعات اللي توقعنا جزء منها ليلة أمس، وإن شاء الله بالتوفيق لما تبقى من المواد، وإن شاء الله يا ربي التفوق لكل طلبتنا الأعزاء. وإحنا طبعا رح نقول لكم أنه الجو مفتوح لكم إلى الساعة 6 اليوم حتى نعوض الوقت اللي خسرناه في بداية الحلقة لأسباب لوجستية مثل ما قلت لكم. وإن شاء الله رح نبلش بالحلقة لكن مع أستاذ عباس سيكون الجو إله، وكيفية حل القطعة الخارجي. نعم الخارجي. أهلا وسهلا. At the beginning I want to thank Mr. Khaled. شكرا. And I would thank the channel الطليعة channel. نعم. And I hope from my bottom of my heart to the students in order to pass the exams. نعم. Yes. طبعا اليوم راح نتكلم عن the technical touches الأشياء التقنية اللي هي اللي تجي بالأسئلة. نعم. طبعاً at the beginning the questions اللي دائماً تجي بالأسئلة السادس الإعدادي فيما يخص مادة اللغة الإنجليزية. نعم. دائماً تكون clear, so clear. نعم. So clear يعني كلش واضحة. نعم. يعني تختلف عن الأسئلة الباقية. نعم. الأسئلة البقية طبعاً technical touches or issues اللي هي أول سؤال اللي هو question one اللي هو الـ unseen passage القطعة الخارجية. نعم. How can طبعا this is the question، هذا هو السؤال اللي هو دائما يتداول عند الأسئلة عند الطلاب يعني من الطلاب. نعم. السؤال اللي هو How can we answer the unseen passage، شلون احنا نحل القطعة الخارجية. نعم. طبعا عندنا مجموعة نقاط. النقطة الأولى اللي هي مهمة جدا اللي نعم. ما يعرفوها الطلاب طبعا هي نقطة جوهرية موضوعية يعني. نعم. The first important point is that the students should translate expressions or vocabularies as much as possible. نعم. يعني بالعربي باللغة العربية يعني الطلاب يجب أن يترجم الكلمات المهمة اللي هو يعرفها. طبعا نعم. أكو كلمات ما يعرفها. نعم. This is very important. And he has to underline طبعا he has to underline the names of people. نعم. Places. نعم. For example the time. نعم. And the names of for example the places. نعم. أسماء الأماكن لازم أخلي عليها خط، الأشخاص ممكن numbers. نعم. And نعم. so نعم. on الأرقام نعم. نعم. جدا مهمات. نعم. طبعا طبيعة الأسئلة الخارجية مهمة جدا. شلون اللي هو يجي سؤال ودائما يجي جوا ست أسئلة يعني 6 points. نعم. six points خلينا يعرفون الطلاب أنه بابا كل ست نقاط لازم نجاوب 5 نقاط. نعم. هذا طبعا something يعني normal. This is something نعم. normal. الأسئلة هي عادة تكون WH question، أسئلة استفهامية. نعم. لأن ست نقاط صح. عادة تكون WH question، تكون yes no question. نعم. الأسئلة اللي يكون جوابها بنعم أو لا، أو ممكن يعطيك أو ينطيك give a suitable title. نعم. اللي يريد نوضحه أنه شلون إحنا how can we answer the WH question or نعم. WH question. نعم. طبعاً the WH question is it means what? It means the question that starts with what, when, where, why. نعم. ال WH question هن الأسئلة اللي تبدأ بأداة استفهام. مهم. مثل what, when, where, why, how many كم العدد, نعم. how long, how much كم الكمية, نعم. how long كم المسافة. نعم. طبعا احنا نعرف هذني ادوات الاستفهام اللي هي مثلا وخلي طالب يركز على انه مثلا where هنا where it means what أين. اين طبعا هاي where اين it is asking for the places. هي تسأل عن الاماكن. احنا تلقائيا يعني automatically اذا شفنا مكان يعني for example London
at restaurant في المطعم او فتشي احنا لازم نسوي connection between the اداه الاستفهام والشيء اللي مثلا عندنا why دائما نقطه why why هي استفهاميه معناها لماذا دائما جوابها يكون what دائما جوابها يكون because مثلا خلينا ناخذ هذا المثال اللي هو مثلا about where for example did she go نعم اين ذهبت يعني for example this is number one and this is the unseen passage ممكن هاي القطعه تكون and this is what the question where did she go هذا طبعا WH question هنا شلون how can we answer this question طبعا احنا ممكن نحل بدون ما نلتفت للقطعة الخارجية طبعا احنا where we have to delete where this is the beginning and also we have to delete did do does did do does اللي يسموهن helping verb أفعال مساعدة then we have to delete them يجب أن نحذفهم تماما بس يعني we have to be careful if we delete did إذا نحذف did احنا we have to change the verb لازم نغير هذا الفعل into the past إلى ماضي لازم نغيره إلى ماضي and if we found does we have to delete it and what we have to add es or s the third person singular for example now we have to look for the subject لازم ندور على الفاعل اللي هو هسه حاليا she yes طبعا باللغة أسئلة ذيلية No, this is what this is WH question. طبعا هذا السؤال ممكن يجي بالقطعة الخارجية. شلون راح نجاوبه مثلا؟ She. طبعا الفاعل دائما subject after the subject verb. But the verb هنا لازم يكون past verb. لازم يكون فعل ماضي باعتبار احنا did اللي حذفناها. الايدي بجيبنا. طبعا since this is past verb irregular verb خلينا ننتبه انه اكو افعال تاخذ ايدي او اكو افعال تاخذ ما تاخذ ايدي يعني شاذة اللي اخذناها بالدرس السابق. الgo هنا the past simple of go is what she went. ممكن تلقى هاي she went هي بادئة بجملة. So where did she go? أين سها ذهبت مثلا? She went to London for example. إحنا هنا to London نجيبها من قطعة الخارجية. ممكن نلقى بداية she went to London. إذا تحكم بالأفعال وتصريفها. إي ممكن إحنا قلنا هسه أهو أهم نقطة. نعم ويانا اتصال عفوا أستاذ عباس. نعم جراح أكيد من البصرة لأن حفظته. نعم. هلا وسهلا جراح. تتبلغ عن يتبصيدين ما شاعت ما القطع ما القطع الكتاب جي قطع الكتاب أوكي عيني جراح اي قطع الكتاب إن شاء الله أهلا وسهلا بك اليوم العرب مرشحات ولا مرشحة جدهم شون المرشحات العرب اليوم ولا واحدة لا عدد ولا قواعد يلا زين يلا عيني إن شاء الله بالتوفيق صار جراح إن شاء الله جي. So the most important thing is أول نقطة بالحل القطع الخارجية هي أنه إحنا we have to translate the vocabularies as much as we can يعني لازم نترجم المفردات اللي نعرفها إحنا نعم. Then underline the important names of the places and numbers نعم. And also we have to know the how can we answer the point from the what from the grammatical point of view من وجهة نظر قواعدية لازم نجاوبها هيك مثلا خلينا ناخذ مثلا when نقطة ثانية ممكن when does طبعا هنا when it means متى when it is asking for what for time هنا خلينا نعرف انه الطالب يعرف انه when هي تبحث عن زمان يعني شنو تبحث عن زمان لازم نلقى هنا سنة year لازم نلقى مثلا yesterday البارحة tomorrow and so on last week when for example when does he go and this is very important when does he go this is the question also we have to delete when and does and be careful with does because does احنا we have to add s or es to the verb okay so this is the subject he he go since the go take es ES الشخص الثالث واحنا لازم نعرف شنو الـ ES الشخص الثالث اللي هي S third person singular S الشخص الثالث المفرد نعم S الشخص الثالث المفرد جدا مهمة طبعا الطالب لازم يعرفها اللي هو when I am talking with you about a third person عندما أتكلم معك يا ست الآن I am the first
and you are the second. انت نعم. الثاني ثاني. اللي نسولف عنه احنا شخص ثالث ثالث نعم. ثالث فلذلك نميز على نقول هدى listens to music listens نعم. we put listens نعم yes صفة الشخص so, الثالث so so he goes for example when does he go he goes yesterday البارحة and we have to bring this yesterday from the what unseen passage نعم نجيبها ايش قد عليها هاي القطعة الخارجية طبعا القطعة الخارجية عليها 10 marks نعم هنا يجيبون نوعين من القطعة الخارجية WH question أسئلة وعندنا true false نعم. عندنا true false يعني صح وخطأ اللي هو نعم. يجي فرع ثاني A U B نعم جيد طبعا هذا نوع من الأسئلة ممكن why ممكن أكو أسئلة مثلا اللي هي the question that is beginning with who هنا هو تسأل it is asking for people نعم. تسأل عن العاقل اللي هنا نعم. هو هنا إحنا we are looking for the subject هنا نبحث عن الفاعل مثلا أقول who is telling the story who is telling من يخبر القصة who is telling the story هنا الفاعل ما موجود بالجملة ما موجود نهائيا يعني ما نستخرجه الفاعل هو يريد نهائي يعني هو يريد بالبداية فهو is telling the story نقول أحمد is telling the story so نعم. we have to look for the subject in the unseen passage نعم يمكن جراح من اتصال كان يقول لي المرشحات مو كلها جيت ما افتهمت باللغة العربية باللغة العربية يقصد ايه بالوقت اللي احنا شفنا الأسئلة آني واستاذ درغام نعم درغام انه نفس اللي شرحه اللي على السبوره خاصه قواعد بس جابوا امثله مشابهه لكن كشرح استاذ رغام نفسه شرح لكم اياها مطابقه من اول دقيقتين توزعت الاسئله ناقشناها انا واستاذ رغام واكثرها يعني مطابقه نعم خلينا ننبه على عفوا اتصال سجاد من واسط من بابل عفوا سجاد من بابل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ست بس مرشحات الانشاء اوكي نعم شلون جاوبت سجاد اليوم؟ شكرا عفوا ما سمع سؤالي سجاد دا اقول له شلون جاوبت؟ لا زين الاسئله الحمد لله ما جاء شيء من المرشحات مال الاستاذ رغام؟ لا اجن كم وحده اي طبعا كم وحده احنا شفناها لان جابوا لكم نفس الشرح لكن غير امثله يعني اي هو شرح عامه شكرا ان شاء الله سجاد تجيك المعلومه اللي اريدها نعم يس اي وونت تو اكسبلين يعني سم بوينتس اباوت المرشحات اريد افسر نقطه عن المرشحات خصوصا especially in English طبعا المرشحات اساسا هي expectations هي نعم. توقعات توقعاتي. التوقعات نستخدم لها صيغه مستقبل يعني فلذلك نعم. التوقع ما حد يقدر يتوقع شو أكيد. المرشحات هي يعني when we predict something that may come in the exam in the final نتنبأ شيء يجي بالامتحان بس نعم. ضروري جدا الطلاب حسب اهميه الموضوع فعلا هذا مو يعني انه المواضيع الثانيه هي مو مهمه لا اكو مواضيع ليفلها 1 ليفل 1 يعني نعم. مستوى اول واكو مواضيع ليفل 2 نعم ليفل 2 مو يعني انه تعرف مرات من كثر ما تجي بسيطه الطالب ما يعرف يجاوب ممكن يعني كلش بسيطه تجي الأسئلة. اكيد يتفاجئ نعم. الطالب فعلا نعم. فعلا هنا هو از تيلينج ذا ستوري قلنا ممكن هذا ذس از وان تايب اوف كويستشن بعض الاحيان يجي نوع ثاني من السؤال نعم هذا النوع يسموه yes no question نعم. ال yes no question means the question that it's answer with either yes or no نعم. ال yes no question يعني السؤال اللي يكون جوابه بنعم أو لا نعم. يعني هل ذهب علي إلى المول طبعا هو بالقطعة الخارجية كاتب علي went to the mall yesterday نعم. فهنا يسأله يقول له did علي go to the mall نعم. هنا بعد الطالب ما يجاوب ما يجاوب مثلا يقول علي وين تو ذا مول نو هي هاز تو انسر ايذر يس اور نو لازم يجاوب اما بنعم او لا نعم. ايه هذا السؤال يس ونو سؤال يس ونو سهل يعتبر سؤال سهل ذس از وات اي وونت تو توك اباوت ذا انسين طبعا بسرعه ما كانت الاسئله نعم. نعم. بشكل سريع نعم. الآن جاءت بعض الاسئله حول الانشاءات أو ايه؟ قطع الكتاب ايه؟ توقعات مثل ما تفضل جيد. قبل شوية هي مرشحات طبعا نعم بالنسبة بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو طبعا هذا unseen passage يعني قطعة خارجية نعم. يعرفون هي ما دام هي قطعة خارجية فهي خارج الكتاب يعني نعم أكيد. ايه يعني to check the understanding of the vocabularies نعم. دائما يخلوها الأساتذتنا نعم. على مود يكون معاني ومفردات الطلاب خلال السنة فيجمون نعم. قطعة خارجية نعم السؤال الثاني او فرع بي هو اللي هو
answer the following from your textbook passages. نعم. وطبعا ضروري جدا الطلاب يفهمون منطوق السؤال اللي نعم. هم دائما عندهم مشكله بيه بالانجليزي. نعم. يعني they don't know how to answer and how many points they answer. نعم. ما يعرفون ايش قد يجاوبون. نعم. وما يعرفون ايش قد توزيع الدرجه، طبعا نعم. يعرفوها باللغه العربيه وبالتاريخ وبالجغرافيا. نعم. بس بالانجليزي ما يعرفوها. نعم. طبعا this is very important. خليني اقول لهم ملاحظه مهمه جدا انه هم they have to answer 5 points. نعم. لازم يجاوبون 5، ماكو سؤال يجاوبون 6. نعم. وماكو سؤال يجاوبون 12. هي لو 5 لو 10. نعم. لو 5 لو 10. نعم. التكست بوك باسجز، السؤال الثاني اللي هو قطع الكتاب اللي هي جدا مهمه، طبعا نفس الستايل نفس اسئله القطع الخارجيه. نعم. لكن ما راح تجيب له قطع، تجيب له اسئله من ضمن القطعه الموجوده الاجابه مالها بالقطعه. اكيد اكيد هاي موجوده بالقطعه، لكن اسئله القطع الكتاب هو خو لازم يعرفها يعني اكيد. نعم. عندنا اتصال حسين من بابل، نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرشحه اليوم موضوع مرشحات هو انجليزي، مرشحات غير انجليزيه. اي يعني بصوره عامه، بصوره عامه. الانشاءات. انشاءات اوكي ان شاء الله. جيد. ماشي. جيد. ماشي عيوني. تبارك من الديوانيه. شكرا عيني حسين ويانا تبارك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تبارك، شلونكم؟ بلا زحمه الله يخليك، بلا زحمه، بدي اعرف شلون الطالب يعني يبدي باي مواضع يقراهن بالاسئله يعني. إذا أعطوني الأسئلة يعني يبدي بي من أول بداية يعني ينصح الطالب. نعم ماشي ماشي. وبالنسبة يعني للأسئلة مالت العربي يعني كله صعبة فعلا يعني صعبة. هي صعبة بس سهولة، بس الأدب كله صعبة، حتى المرشحات ما أجت من عندها الأدب ولا النقد يعني، بس القواعد إجا يمكن. إيه هو من القواعد يعني، يعني قصدت القواعد ما قصدت الأدب ولا يعني الأدب، الأدب ما أجى كل مرشح يعني كله من الفصل الأخير. إيه بعد هم يعني اعتيادي مثل ما تفضل أستاذ عباس انه مجرد توقعات يعني واحد ما يعلم. لكن إيه صحيح توقعات حسب أهمية. لازم يساعدون الطلبه فعلا. يعني الحار. نعم. والتعب اكيد ويعني اكيد احنا ناشدناهم يعني. قبلكم نتمنى يعني اوضاع الطلبه ما تتحمل، لكن انا كنت اتكلم عن مرشحات القواعد، والقواعد نص اللي شرح استاذ رام جاب الامتحان. صح. الصعوبه موجوده في كل الامتحانات. نعم عاده تجي الاسئله صعبه. نعم. يعني في سنه من سنوات أكيد. يعني إيه نعم. بالنسبه للقطع الكتاب اللي طبعا هي كل سنه بالعربيه أكيد. تجي صعبه اكيد بسنة. اكيد نعم. اكيد. واحنا مهم اكو نقطه مهمه انه طلبتنا الاعزاء يعني بشكل عام اكو ضعف عام بالنسبه للغه العربيه يعني. نعم. فلذلك ممكن تكون الاسئله يعني بها نوع من الصعوبه. عموما الكويستشن 2 اللي هو answer the following from your textbook، يعني اجب عن النقاط الاتيه من قطع كتابك. نعم. من قطع كتابك. نعم. As we have said before، مثل ما قلنا. نعم عندنا سلمى من الباصره، نقول الو. اسفين على المقاطعه. ماشي. نعم الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن ان شاء الله ويا استاذ عباس. تفضلي تفضلي يا تفضلي سلمى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سلمى. أريد إنشاء مرشحات. جيد. نعم إن شاء الله. مرشحات الإنشاء مع الإنجليزي. ماشي عيني وصل سؤالك. عندي سؤال ثاني لو. إيه عندي سؤال ثاني على أسئلة اليوم مع العربي. إيش بيها؟ اليوم كلش صعبة شنو هاي؟ والله كلش صعبة صحيح، إحنا شفناها أول دقيقتين. أنا أوجه رسالة لوزير التربية من قناتكم. نعم. إن شاء الله الناشد إحنا وزارة التربية أن تصحيح يعني تتهيئ لتصويب الدفاتر بالشكل اللي يساعد قسم من الطلبة اللي ما قدروا يوصلون، خلينا نقول مو 100%، خلينا نقول 60% يعني. ليش يسوي بالطالب يعني إحنا؟ والله يا عيني يعني حتى الماء الحار يجيبونه لنا يعني، الماء يجيبونه حار. ها اي فعلا جابوا لكم الماء حار، والله يتعدوا عليكم، تعدوا عليكم. حتى الماء حار بس انتم بيا مدرسه بيا مكان؟ احنا احنا بالجبه. اه بالبصره. نعم. اذا اساتذتنا احنا قبل اليوم سوينا مناشده. يلا شكرا لكم. مع السلامه. مع السلامه. سوينا مناشده لكل الطلاب، لكل الاساتذه الموجودين في مراكز الفحص، لقاعات الامتحان، انا واستاذ باسم واستاذ حيدر واستاذ ضرغام وكل الاساتذه تباعا. احنا نوصي الاساتذه مدراء المراكز
يعني حتى لو اجتهادك الشخصي يعني ثواب على روح اهلك. هذول طلبه خطيه يجون يعني حار الجو ويراد لهم لياقه ويراد لهم تفكير انه بتنطيه مي حار ويجوز ما ينطوها مين أكيد. ويظل الطالب عطشان. يعني ليش هم زحفوا لهم الامتحانات من رمضان؟ لان حتى الطالب شويه يقدر يجاوب ويقدر يشرب ماي، يقدر يعني يبلع انفاسه، يبلع ريقه من يجي يجاوب الاسئله اللي ما اعرف شلون يطلعوا لهم اياها، متعمدين ما اعرف. المهم احنا ناشد مركز الفحص ان نقول هلا بالتصويب، خاصه دفاتر السادس والثالث هذول مروا في يعني جو حار جدا، وبالاضافه الى القلق اللي عايشيه هم واهلهم. فنتمنى وظروف البلد ايضا كلش يعني متاثرين بها الطلبه. نعم نعم. نرجع للموضوع اللي هو قطع الكتاب، قلنا التكست بوك باسجز مثل ما تفضلت طالبتنا. انه التكست بوك باسجز مهم جدا وعليه 10 درجات مهم. عندنا ليفلين، ليفل 1، ليفل 1 طبعا هاي اسئله استفهاميه ممكن. طبعا مصطفى يونت 1، مصطفى اند هيز ماذر، اند مصطفى اند هيز ماذر. ذا رادار، رادار رادار مال يونت 2 ايضا مهمه جدا تعتبر. يونت 3 سميرة المحمود ايضا، بيونت 3 سميرة المحمود جدا مهمة. اند ذا وند الرياح، طبعا الرياح بيونت 8. نعم. واكو ليفل 2 ليفل ثاني يعني مستوى. نعم. ثاني ايضا يجون معتن اللي هي مثلا بيونت 5 هوليديز. هوليديز ار سو امبورتنت اند ميت ا بانكر، التقي بالمصرف. نعم. ايضا ممكن يجيبوهن كومبليت A completion يعني. نعم. يعني أكمل. أكمل. أور. نعم. ممكن يجيبوهن اختيارات choices. نعم. نعم. وأغلب الأحيان يجيبوهن WH question. نعم. أسئلة استفهامية. نعم. إذا عندنا اتصال من ديالى. مريم ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مريم. ممكن تجاوبوني على التليفون؟ إيه مجاوب. هذا يعني أنت بتجو هسه جاوبناك. لا يعني ما عندنا كهرباء. ما يعني قصدك هسه الإجابة آنية. يلا شنو سؤالك؟ عشان يعني هسه عندي ملازم كوما انجليزي وبس اليونت السادس والسابع ما قريتهم، عشان ابدا اقرا يعني عشان قراءتي ابديها. ايه هسه راح يجاوبك الاستاذ. نعم. والقطع الاستيعابيه المهمه. نعم. بابا عوفي الملازم على جهه، اتركي الملازم، حاولي بالاكتيفيتي بوك الاكسرسايز اللي بالاكتيفيتي بوك بيونت 6 ويونت 7 حاولي تركزين عليهم، خصوصا الباسيف فويس والريلاتيف كلوزز، عبارات الوصل والمبني للمجهول. المبني للمجهول جدا مهم ما ذني، وحاولي تعوفين الملزمه، حاولي تحلين ذني التمارين اليوم، تحليهم طبعا بقلم ورقه، وانا متاكده ان شاء الله تجاوبين باكر. شكرا. نعم. طبعا اكيد مريم جاوبناك. نعم. عبر الهواء مباشره. نعم. وانطيناك الاجابه اللي مختصره ومفيده فعلا. نعم. اعتمدي على اسئله الفصل اللي ممكن بالكتاب. تكون اليونت 6 و 7 مثل يس. ما تفضل الاستاذ. لان فعلا هو هاي مجرد مرشحات من نفس اليونت، منطيك اياها خلاصه وانت تطلعين عليها، واذا ما تعرفين ارجعي على نفس الموضوع هيك راح تتدربين على طريقه الاجابه. اي عفوا ست، ممكن الملازم تكون الهاند اوتس. نعم. ممكن تكون مربكه كونفيوز تو ذا ستودنتس، وهي اغلب الاحيان مربكه وملاحظاتها ملاحظات متشعبه، ملاحظات مو موضوعيه، ملاحظات اجتهاد مدرس نوعا. نعم. ما اجتهاد شخصي، فلذلك. نعم. الطالب يصاب بالارباك خلال قبل الامتحان بيوم. نعم. فاحنا ننصح انه الاكتيفيتي بوك هو ذس از يعني فيري امبورتنت ان ذا. نعم. ان ذا فاينل. استاذ حتى نكمل الانشاءات. جيد. انا وياك ومخرجنا احمد جيد الابراهيمي جدا ونطلع هذا الفاصل. جيد. جيد انشاءات. الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس، ومرات يصير خلاف مع أهله وأقاربه، والعصبي يفقد السيطرة على تصرفاته،
ومن يقعد ويا نفسه يحاول يعالج المسألة. احنا وفرنا عليك التفكير وراح نكون حلقة تسامح بينك وبين خصيمك. المبدأ تعاونوا على البر والتقوى، خلي نتعاون، خلي نلف روح التسامح بقلوبنا قبل أهلنا وأصدقائنا. طلبتنا الأعزاء عدنا بعد هذا الفاصل، شكرا لمخرجنا أحمد الإبراهيمي ومهندس الصوت ومصورينا، وشكرا لضيف حلقتنا أستاذ فاضل مدرس مادة اللغة الإنجليزية للسادس الإعدادي. شكرا لكل الطلبة اللي شاركون بالاتصالات، أكيد اللي شارك كأنه ما دا يرشح لنا يعني فد سؤال فعلا. الآن وقبل الفاصل كان هناك عدد من الاستفسارات حول الإنشاءات ومرشحات الإنشاءات، راح أرجع وأقول لكم ما تعيدوها مثل ما صارت بالعربية وتقولون ها ما جانا الترشيح مال العربي بالأدب والنحو، بس جاكم بالقواعد اللي أكلتوه بالعافية، واللي ما جاكم قلتوا ما جانا. فلذلك أنتوا اعتمدوا على نفسكم قبل واعتبروا فشيء إضافي ذيلي فقط من المدرس، يعني لا تأخذون يعني مرشحات المدرس هي في الصدارة، احنا مجرد عنصر مساعد لكم فعلا، مو راح ننطيكم الاسئله الوزاريه لان احنا مثلكم حالنا حالكم فعلا، هم نتوقع مجرد توقعات فعلا. يعني يقدر اي طالب ينطيك توقع يعني مو الا استاذ، لذلك احنا نقولكم الكتاب اولا ثم التوقعات ثانيه. بشكل عام الكمبوزيشنز الانشاءات يعني should be memorized all of them، لازم تحفظ يعني واجب تحفظ كلهم. بس احنا ممكن نرشح الليفل 1 مثلا طبعا هو it's a matter of prediction، قضيه تنبؤ يعني احنا we predict about the composition. يعني عندنا قلنا as we have said before، مثل ما قلنا بالحلقة القبل احنا قلنا cigarette advertisement should be illegal، اعلانات سكار يجب ان تكون غير قانونية، هذا انشاء مهم جدا. والدراسة اثناء the advantages of studying English in Britain، طبعا هذا this is very important، الدراسة او فوائد الدراسة في بريطانيا اللي هو انشاء unit 3، خلي يسوون focus on عليه يعني يركزون عليه، هذا مو يعني انه يعرفون بقية الانشاءات طبعا. مثلا يعني ما حكيت لك جدا حكيت لهم، نحاول نقول هاي الفكره هواي على مود هم ياخذوها. يعني عموما يونت 1 وعندنا بيونت 3 اللي هو the advantages of studying English in Britain، وعندنا بيونت 7 اللي هو studying while you are working، الدراسه اثناء العمل. ايضا هذا this is very important يعني، وهذا طبعا اعتقد مهم جدا الدراسه اثناء العمل، اي تدل على المثابره أكيد. وعلى نشاط الطالب studying يعني this is an expecting composition يعني. طبعا ذول الانشاءات اللي هن طبعا يجي the last question، السؤال الاخير the last question، يعني الطالب students should be careful about the grammatical points of view sorry grammatical touches، لازم يركز على الأشياء القواعدية والسبيلنج والمستيكس، يعني هذين الأشياء لازم يركز عليهن ويكتب خط واضح وخط جميل، ودائما يقسم الإنشاء إلى قطعة يعني قطعتين two paragraphs. طبعا الطلاب ما يحترمون هذه القضية بس هي مهمة جدا بالإنشاءات، إنه أنت you have to start with the capital letters، يجب أن تبدأ بحرف كبير and you have to end the sentence with دوت، لازم تنهي بنقطة تنقيط. طبعا if the sentence is affirmative يعني if it is a question، إذا هي سؤال you have to put question استفهامي. Also we have to the students should use the linking words، أدوات الربط طبعا أدوات الربط لازم يستخدموهن على مود ما يصير إنشاء ميت، إنشاء يعني ما بيروح يعني without any يعني صير عامية فعلا الكلمات. فعلا الأدوات الربط اللي هي at the beginning في البداية وأبدي موضوع in my opinion وفارزة وأبدي موضوع، يعني في رأيي وأنهي الموضوع at the end في النهاية وأنهي الموضوع. طبعا this is the last questions that should come in the finals. أكو فد ملاحظة أريد أحب أنوه على شلون تجاوب الأسئلة. أعتقد مريم كانت طالبات قالت ما عندنا تلفزيون طبعا يعني قصة الكهرباء، عفوا للمقاطعة، الكهرباء يعني ما اعرف يعني هم ابنائنا، يعني معقوله ما نقدر نوفر لطلبتنا كهرباء
حتى يكملون امتحاناتهم. والله العظيم يعني شيء مجحف بحق الطلبة، انه كهرباء ماكو، وهي اذا السحب همين عاطل هذا الطالب شلون راح يكمل؟ ويجي على الامتحان القاعة الامتحانية حارة، المي يجيهم حار، الطلبة ما لهم اي اهتمام ولا اهمية. يعني بس فهموني هم شنو؟ عباقرة، انبياء في الارض، يعني هم همين بشر، يعني عندهم خلينا نقول طاقة معينة يتحملون، وراها ما يتحملون بعد. زين هذا كله يأثر بشكل سلبي على تقديمهم للمادة وللامتحان. يعني ايش كم مرة يمكن اكثر القنوات تناشد ونناشد ونناشد ولا ماكو احد يسمعنا حتى. يعني ليش؟ يعني مسألة إنسانية ضميرية، خلينا نقول ثقافية اكثر الأشياء. يعني هي تهم مستقبل طلبتنا، باكر يصير دكتور، يصير عالم، يصير بروف، يوصل إلى مراحل متقدمة من العلم، يخدم البلد، يخدم أهله، يخدم الوطن بأكمله. يعني ماكو هيك إهمال بهيك مستوى. إذا هذه مناشدة للجان المختصة، اللجان الامتحانية المختصة في وزارة التربية، نتمنى أن تنتبهون إلى هذا الموضوع، ولو حتى كلجان خلينا نقول متنقلة بين المدارس، حتى يشوفون يطلعون على واقع الامتحانات لطلبتنا في الثانويات أو في مراكز الامتحانية. مديرة المركز موجودة تشوف طلبتها بحاجة إلى أخسري لك 4-5 صناديق مي بارد جيبيها من أسواق حاطم بالمجمدة، تكسبين ثواب. بس ناخذ، إذا نريد ناخذ من الحكومة هم ناخذ، لكن هاي زكاة راتبك للعلم هذا مديرة المركز، لأن بقية ما لهم لا حول ولا قوة. هاي أقرب شيء مديرة المركز أو مدير المركز. يا أخي لا تمسكون الدنيا، هي شيء ما تسوى مي، يعني مي. فعلا فعلا. نعم. بالنسبة للسؤال الأخير قلنا اللي هو الكمبوزيشن، الإنشاء، يعني the students should write more than one paragraph، يعني two paragraphs or more than two paragraphs. السؤال اللي قبله دائما طبعا الطلاب، اللي هو سؤال سهل يعتبر، اللي هو literature focus، الأدب. How can we answer the points of literature focus؟ مثل ما يعرفون الطلاب إحنا عندنا قصتين مهمات، ذي طبعا محمد خضير and his stories، his short story. نعم. محمد خضير والذي سوينج مالت الأرجوحة. نعم. and we have كاثرين مانسفولد. نعم. طبعا هاي الكاتبة كاثرين مانسفولد and his canary. نعم. and his or her canary، طبعا قصتها اللي هي الكناري، طائر الكناري، طائر نعم. الكناري. نعم. مهم جدا. طبعا توزيع الأسئلة ممكن يكون على the life of محمد خضير. نعم. حياة محمد خضير. نعم. طبعا then two mark and two points ممكن. نعم. يجيبوها مثلا what is محمد خضير، who is محمد خضير، where did he born، أين ولده. طبعا what did أو what did his short stories include، تتضمن قصائده أو قصصه القصيرة تتضمن. نعم. اللي هنا لازم طالب يحفظ 2 على الأقل، يعني at least. نعم. وطبعا الأرجوحة أيضا مهمة، تعتبر الأرجوحة. نعم. اللي هي مثلا أكو أسئلة على الأرجوحة مهمة جدا، اللي هي أسئلة هي knowledgeable، أسئلة. نعم. بها فكرة معينة. نعم. يعني مثلا what does the swing stress on. نعم. على ماذا تشدد. وأكو سؤال دائما يتكرر اللي هو ما هو الدرس الأخلاقي، what is the moral lesson of the story. نعم. ما الدرس الأخلاقي للقصة بالنسبة لقصة الأرجوحة. نعم. ما الدرس الأخلاقي لقصة الأرجوحة؟ طبعاً this is very important يعني. نعم. يعني what is the moral lesson of the canary يعني. نعم. قصة الأرجوحة مثل ما يعرفون الطلاب قصة هي it is not يعني a comedy، it is a tragedy، هي تراجيدية وتتكلم عن الحرب يعني والحرمان. نعم. طبعاً this is يعني very important. وهذا السؤال إن شاء الله يكون مضمون لطلبتنا الأعزاء اللي هو علي 10 marks. نعم. 10 marks. اللي أريده من طلابنا الأعزاء إنه يركزون على سؤال الجرامر اللي هو the most important question in the final. نعم. هذا أهم سؤال بالأسئلة كلها اللي هو. نعم. سؤال الجرامر. نعم. سؤال الجرامر اللي عادة يجي أما question 2 or question 3. نعم. وبشقين. نعم. الشق الأول اللي هو الشق الأكبر. طبعاً دائماً يقول لك do 10 only. نعم. do 10 only وحاطيها بين قوسين. نعم. معناها افعل 10 فقط. نعم. فبليز لازم تترك، يعني 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 this is something obligatory. نعم. شيء واجب انه تترك. نعم. لان اذا ما تركت يترك لك ال11 وال12
على كيفهم اخر شيء. اي هو هذا المنطقي طبعا دائما في مراكز الفحص طبعا تصحيح الاسئله الاخيره النقاط الاخيره النقاط والاسئله ايضا او الاسئله تعتبر فعلا. اذا طالب مثلا اجتهم اسئله ترك وما تارك وما تارك يترك من الاخير حتى لو صح حتى لو صح هاي نقطه مهمه جدا يعني خلي يعرفها الطالب راح ينغدر الطالب بهيك حاله يجوز جاوب سؤال الثاني خطا وجاوب سؤال الخامس او السادس صح صح من يجي انت ما تارك فيعترض فشو يسوي يقول لك القانون قانونا في مركز الفحص النقطه الاخيره يقول لك النقطه الاخيره او السؤال الاخير هذا يعتبر ترك ويجيز للترك لان يعني هذا من حقه من حق الفاحص شلون يخلي له الدرجه وما يخلي له فوق الدرجه اكيد ما تصير فعلا فعلا نعم. يعني اذا هاي نقطه هم مهمه يعني احنا همين نريد نذب كل شيء براس الفاحص احنا خلينا نقول الطالب هم يهتم بالدفتر عندك الدفتر مقسوم جواب السؤال الاول اجاوب بجواب السؤال الاول جواب السؤال الثاني اجاوب بجواب السؤال الثاني يعني بشكل منظم ومرتب القواعد مطلوبه التنقيط علامات الاستفهام الخط الواضح بدايه الكلمه كابيتال ليتر يعني أكيد. كثير اكيد اكيد امور يعني الاشياء اللي هي تنظيميه فنيه نعم التكنيكال يعني as we have said before the technical issues are very important in the finals نعم. الاشياء اللي هي فنيه ولوجستيه جدا مهمه بالامتحان نعم. جدا مهمه نعم. مثلا احنا الطلاب دائما يسالون على سؤال ترك هو ماكو ايضا باللغات ماكو سؤال ترك نعم الانجليش اند عربيك خصوصا نعم. اند فرنش نعم. الانجليزيه والعربيه والفرنسيه اللي هي نعم. لغات تدرس نعم. ماكو ترك سؤال كامل نعم. اكو ترك نقاط نعم عندنا اتصال رقية من ديالى نقول الو رقية الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي رقية بس اريد اقول للدار شلون نجاوب على القطعة الخارجية شرحناها القطعة الخارجية اذا ترجعين على الفيديو راح تشوفيها بداية الحلقة احنا شرحناها بداية الحلقة شرحناها حبيبتي الو ستان من العمارة حياك الله عيوني ها من العمارة عيني مهندسنا وست اريد ان بس اريد مناشده من خلال برنامجكم نعم ست بس على مدرسه مدرسه نبيتان مدرسه مدرسه الفرات 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 ايش بيها يوم اي ست اكو تفرقه كلش كبيره بين العلم وبين الادبي مخلين العلم الطائع بها التبريد والسبليت وهاي وحاجات الممرات بالحار تعطينا الحار ايه والله حقكم والله العظيم ما طلبتي الا حقك وهاي مناشده باسم رقية من مدرسه الفرات في مدينه العماره نعم شوفي شوف حتى ما نقدر نجاوب على الاسئله هيك فعلا وحتى بنات قاعد يوقعن بالمدرسه تصير حالات كلش يعني ما فعلا يصير حالات ما بسبب الحر الشديد فعلا والله تكون حراره تكتب والله صحيح مو بس الفرات وين مدارس يعني العلم بالقاعات في التبريد قاعدين ترى احنا كلنا احنا بالسادس كلنا احنا نمتحن نفس الامتحانات صحيح يعني ليش يا شيء هو بالقسم العلم بادب نفس القاعه والباقي برا صحيح والله والله حقكم مع الاسف احنا بالعراق هيك ما عندنا اهتمام طلاب العلم بس ترى قلت لك نعم هذه مناشده باسم رقيه من العماره نعم شكرا اهلا وسهلا حياك الله مدرسه الفرات يا بعيني مديرة مركز مدرسة الفرات يعني الطالبة دا تشتكي ودا تقول لك احنا ميتين من الحر ولا تبريد ولا مي ولا اهتمام يعني الى متى يعني احنا ما نرحم طلبتنا من يرحمهم يعني الله سبحانه وتعالى خلى الرحمة لبني آدم حتى واحد يرحم الثاني مو حتى هي مو شغلة انتقامية ترى والاختبار هو مو تعجيزي ولا فعلاً. يعني مجرد حاله روتينيه روتيني. حتى يعبر فعلاً. لا تنسوا نابليون ايش قال ساحه حرب ولا قاعه امتحان فعلاً. يعني ويكفي الارباك اللي يمر به يعني الطالب لذلك انت وفري له وفر للطالب الحاله النفسيه الهادئه حتى يقدر يجاوب فيعني احنا نقول مناشده اخواننا اساتذتنا في وزاره التربيه التفتوا لطالما الامتحان في البداية التفتوا إلى طلبتنا في كل المراكز الامتحانية من الشمال للجنوب نتمنى أن تنتبهون وتنطون التوجيهات ولو بأسرع وقت وفروا لهم للطلبة وفروا لهم العراق ترى يعني غني مو فقير فعلا ورافدين يعني كارثة ما موجود رافدين مثل ما موجود بالعراق إذا هم يعطشون بقية الدول شلون عندنا محمد من النجف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله محمد. أسأل سؤال للأستاذ أريد للإسقاطات الوحدات المهمة للإسقاطات يعني الوحدة الأولى أو الوحدة الثانية
يعني نعم. اسقاطات الموجود الوحدات نعم محمد يسمعك. الانشاءات اذا اركز على الوحده الثالثه بريطانيا واليوم السيء نعم اذا الانشاءات بس السيئه يعني شوي عد ضعف بالفصل مجازفه اي نعم افتهمت عليك افتهمت. نعم ماشي محمد اوكي افتهم عليك الاستاذ راح يجاوبك محمد عزيز عفوا نعم. بالنسبه للانشاءات الانشاءات تقرا رسميا مجازفه حقيقيه مجازفه حقيقيه تقرا رسميا يعني at least you have to read 4 or 5 نعم يعني اقل شيء اقل شيء يعني at least نعم. هذا this is يعني something حتى لو يعني بدايه يعني قسم من جمل البدائيه اللي موجوده بالقطعه اي فعلا فعلا حتى لو من البدايه تاخذ فد شيء على الأقل إذا تجي ما تأخذ بدون درجة تمشي صفر وتروح عليه أكيد بس على الأقل تأخذ لك إيش كم درجة he has to write the يعني within the subject within نعم. the composition نعم. لازم يكتب ضمن الموضوع مو يجي نعم. قطعة خارجية يكتبها لا يعني. لا طبعا نعم. نعم. هو ده أقول له يحفظ جزء نعم. من الموضوع نعم. يعني من وحدة الموضوع يأخذ أكيد. من الجزء حتى أكيد. يقدر يجاوب أكيد ولا يترك كل الإنشاءات فعلا ويحفظ فقط انشائين افرض ما جو الانشائين تروح عليه كلها كل الدرجات اذا من كل قطعه انشائيه اخذ لك فد 4-5 جمل تستفاد من عندها اسطر 4 اسطر او 5 اسطر جمل اسطر أيه. تنفع نعم. تنفع أيه. فعلا اكيد اكيد الجمله هي مفيده اكيد ايوه نعم. اكيد انه ما يعطي جملتين ثلاث جمل يفتهم عليه فعلا نعم. فعلا بالنسبه نعم نعم مخرجنا نسمع حسين من بابل عندنا اتصال نقول الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته القواعد ورشاحات القواعد يعني نقرا القواعد الانجليزي يا الموضوع المهم جيد جدا هسه نعم ان شاء الله احنا في طريقنا للقواعد جيد جدا ان شاء الله حسين طبعا يعتبر السؤال عفوا نعم. يعتبر سؤال الجرامر اللي هو do as required هذا منطق السؤال هو the most important question in the exam in the final نعم عندنا نرجس قبل ما يبدا استاذنا من ذي قار اليوم حامين طلبتنا خطيه نعم نرجس نقول الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اليوم اليوم طاعت الامتحان ابنية الو اسمعك عيني نرجس اسمعك احكي اليوم ابنية طاعت الامتحان خشنها ينزف وما طلعوها ما طلعوها تغسل ولا بدروا لها الدستر يعني شنو هاي ايش سووا سووا نرجس عيدي سؤالك على كيفك ابنية اليوم طلعت من امتحان نعم خشمها ينزف وما طلعها درجتي ولا بدلوا لها الدستر يعني شنو ها دسترها مترده يعني خشمها ينزف وما طلعوها ما يصير تطلع عفوا هي اصلا ما يصير ما يفعل فيجوز داخل القاعه ما جو ولا فد ساعات يعالجوها يعالجوها داخل لا ما رضوا يطلعنها وما جو عليها عالجوها شيء ما انطوها فد شيء لا عالجوها ولا هاي هاي شو بس باقيه بالمدرسه ولا وحده لها شغل فيها والله يعني ده اسمع العجب طبعا لازم حتى ماي ما يرضى يطن ولا يخليها تغسل هي ما يصير تطلع يعني قانونا ما يصير تطلع لا حمامات ولا نزف ولا يعني وحده تروح وياها بس يكون يعني باسعاف يعني اولي داخل القاعه اسعافات اوليه ممكن وشنو سالفه الاسئله ما هو نعم 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 ماشي وصل نرجس والله هاي الشكاوي يعني احنا برنامجنا مو شكاوي برنامجنا مرشحات لكن شويه نساعدكم يعني شيئا ما في المناشدات نحب نقول لكل طلبتنا الاعزاء ترى يعني ممنوع منعا باتا اي طالب يطلع يعتبر غش لانه راح يطلع باعتبار يستعين بشخص اخر لربما كثير هي حيل الغش موجوده حالات غش فظيعه فظيعه اما حالات النزف فهي حاله صحيه يجب ان واحد ينتبه لها على الاقل قطن اسعافات اوليه فعلا نعم تغسيل وجه فعلا. نعم عندنا محمد من كربلاء السلام عليكم شلون الست اهلا وسهلا طبعا انا اشكر ست خالده نعم اشكر الست على حضورك معنا دائما انا معاكم ان شاء الله عزيزي قلبي جزء من الاساتذه الاكفاء اشكرك لهذه الجهود الله يسلمك اشكر استاذ عباس الله يحفظك الموسوي الله يخليك الكبار في معارضة كربلاء. الله يسلمك. ست خالدة أنت من المرشحات باعتبار الأساتذة اللي بتجيبوهم أساتذة أكفاء خصوصا البارحة الساحة العربية أستاذ برغام. الله يخليك. أكو يعني بالنقد إجانا وبالأدب نشكر على هذه المرشحات اللي جابنا. والله شكرا لاتصالك وعرفانك أنت لأن أنا تفاجأت من قسم منهم قالوا ما جانا شيء وأني قريت الأسئلة.
طبعا على فكره ست اشهر انقطعت الكهرباء حتى هذا، بس ممكن هذه يعني رسلت مشروع القناه نعم والنعم منك محمد ان شاء الله احنا بخدمتكم. شكرا شكرا جزيلا محمد، ولاخر يوم احنا معاكم. استاذ عباس الملكي مدرس انجليزي معروف بكربلاء. الله يحفظك. الله يحفظك حمودي. حقيقه من عندك محمد. محمد انا هم معروفه بكربلاء، سكنت يمكم. اهلا بك حياكم الله. اهلا وسهلا بك محمد. تسلمين. حياكم الله، انتم عاصمه العراق الانسانيه كربلاء. نعم. والله انتوا فتينا والله فتينا واحد عزيزه. الله يخليك الله يحفظك. يعني بقلبك شاكر اساتذه كبار. الله يسلمك والنعم منك. حياك الله عيوني احنا بخدمتكم. نعم. شكرا لمحمد على اتصاله من كربلاء. وطبعا هيك افرح من اسمع صوت من كربلاء ومن كل العراق، بس كربلاء خصوصيه خاصه. نعم عندنا اتصال نقول الو. الو. الو ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. عادي اسال الاستاذ انه على موضوع بالقواعد. ايه عيني جدا. ريلاتيف كلوزز. نعم يعني شوي يعني ما حافظته او ما فاهمته. عادي شرحه شرح بسيط. ماشي. عرفت الموضوع. عبارات الوصل فعلا. نعم. ماشي حبيبتي صار. دليلين. مشكورة. نعم. عندنا اتصال مخرجنا. جيد خلينا ننهي الموضوع اللي هو قلنا عليه سؤال القواعد اللي هو اهم سؤال يعتبر. نعم. سؤال الجرامر طبعا نقاط مهمه اللي اريده من الطلاب انه يركزون بهذا السؤال اللي هو سؤال يعتبر اضخم سؤال اكبر سؤال يعني. نعم. يعني they should be careful about when يعني when they are answering the questions okay. نعم. مثلا طبعا عندنا هواي مواضيع مثل ما تفضلت الطالبه. نعم. الريلاتيف كلوز عبارات الوصل. عندنا موضوع مهم جدا اللي هو the passive. نعم. the passive يعني المبني المجهول طبعا. نعم. هذا 100% يجي من الامتحان نشوف يعني. طبعا the passive وعندنا طبعا هذا مكتوب هنا بخط شويه. نعم. عندنا هنا زوم لل بليز يعني للعبارات. you don't mind يعني طبعا هذا الموضوع اللي هو الاف شرطيات. الاف شرطيات اللي هي مثلا عندنا الفيرست كونديشنال وعندنا السكند كونديشنال. نعم. وعندنا الثيرد كونديشنال. نعم. الاف الشرطيه الاولى وعندنا الثانيه والثالثه. مثلا if he studies harder he will pass the exam. نعم. اذا هو يدرس بجد راح ينجح بالامتحان بعد ما ناجح طبعا. نعم. هاي الفيرست كونديشنال talks about the conditions that may or may not happen in the future. نعم. يعني عندما نتكلم عن اشياء اللي محتمل ان تصير او يمكن حدوثها بالمستقبل او لا. مثلا لاحظ هنا if هي it combines two sentences تربط جملتين. نعم. جملة شرط وجواب شرط. نعم. طبعا after if طبعا هاي عندنا نسولف احنا بالفيرست كونديشنال. نعم. after if بعد الاف هنا. نعم. الجمله تكون بالبريزنت سمبل. نعم. بالبريزنت سمبل واللي هي اهم نقطه. شنو احنا what do we mean by the present simple. نعم. يعني the verb with s the verb with s or main verb. نعم جيد. نعم زين the verb with s or main verb طبعا if the subject he she it take s. نعم. third person or es. نعم. يعني it depends on the verb. نعم. and comma plus the second sentence. نعم. يعني جملة النتيجة هاي. نعم. مهمة جدا إن طبعا should be أو should give the sense of futurity لازم تعطي إحساس المستقبل. Yes. If I study harder I will pass the exam. إذا أنا أدرس بجد راح أنجح بالامتحان. نعم. طبعا هاي شرط يعني condition. الشغلة مشترطة أكيد. إذا نجح راح إيه الجملة إذا درس ينجح. فعلا الجملة الثانية هي subject يعني. نعم. subject فاعل. نعم. plus will or will not. نعم. this is won't يعني will سوف. نعم. will not this is in the affirmative or in the negative. نعم. يعني بالمثبت وبالنفي plus main verb. نعم. and we have to look for or look at the sentence. لاحظ هنا if subject هنا فعل مجرد فعل بأس الشخص الثالث والجملة الثانية تكون بالمستقبل. نعم. يعني either will or is going to أما. نعم. سوف أو طبعا this is the first condition. شلون يجيبوها الامتحان؟ نعم. يجيبوها correct. correct يعني صح. شلون نصحح؟ من ينطيك الجملة الأولى if he studies harder هنا يعطيك pass بين قوسين يعطيك إياها pass يعني يجتاز ينجح. نعم. الامتحان pass. نعم. يعني فعل. هنا يقول لك pass
يقول لك correct صحح الفعل. نعم. طبعا صحح اللي بين الأقواس. نعم. انت هنا مطيك hint. hint يعني إشارة. نعم. مطيك إشارة بأنه هنا بعدنا أس الشخص الثالث if he studies، يعني هاي جملة مضارع بسيط. نعم. هنا لازم نخلي will قبل الفعل، لازم نخلي شنو الطالب يعني. نعم. لازم يخلي will. نعم. and the main verb. طبعا this is very important. نعم. عندنا ثلاث حالات. نعم. هنا أربع حالات: zero, first, second and third. نعم. this is the first conditional. الإف الشرطية الأولى the things that may or may not happen in the future. نعم. الأشياء اللي ممكن تصير أو ما تصير بالمستقبل. نعم. okay زين. Let us talk about the second conditional. خلينا نتكلم عن الإف الشرطية الثانية. الإف الشرطية الثانية هنا تختلف. بعد ما عندنا present simple. نعم. بعد ما عندنا present simple. نعم. مضارع بسيط. هنا عندنا past simple. نعم. شلون؟ مثلا if I not have, if I had. نعم. So this is past. هذا ماضي. نعم. If I had a lot of money. نعم. I not will. طبعا would. I would buy a new car. نعم. لو كان عندي نقودا كثيرة لكنت اشتريت سيارة. طبعا هذا after if، لاحظوا هنا after if the sentence should be in the past simple، لازم تكون بالماضي. واحنا نعم. لازم نعرف شنو الماضي اللي هو طبعا بالمناسبة هذا الموضوع مهم جدا، هو موضوع الباسف ويعتمد على التنسز. التنسز يعني الأزمنة، الطالب لازم يضبط الأزمنة كلها. نعم. يعني يضبط الأزمنة. الأزمنة شنو يعني؟ مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع مستمر، ماضي. نعم. مستمر. هذني يضبطها لأن هذني سلاح. نعم. هي أداة مهمة جدا على مود نستخدمها في أكثر الأسئلة في كل المواضيع. نعم. اللي خصوصا طبعا بالجرامر يعني. نعم. بالقواعد. قواعد. طبعا after if past simple and we have said that the past simple الماضي البسيط especially when we are talking about the things that started and finished in the past. من نتكلم عن أحداث، هاي الأحداث هي expired، بدايتها ونهايتها بالماضي. لو كان عندي فلوس هواية كان اشتريت سيارة جديدة، بس أنا ما عندي فلوس هواية. نعم. طبعا this is an example يعني. نعم. If I had a lot of money. طبعا الجملة الثانية subject بعد ما نستخدم will. نعم. نستخدم would. نعم. yes. would دور فعل مجرد. a new car. Yes. طبعا if subject طبعا if past simple دور كومة subject ودور كود same of them. نعم. نفس الشيء plus main verb. نعم. فعل مجرد. مجرد. نعم. طبعا هاي this is especially when we are talking about the second conditional the unreal things or events in the present or the future. نعم. بنتكلم عن حقائق، هاي الحقائق غير واقعية. نعم. بنا أقول لك أني if I visited London. نعم. I would go to the National Museum. نعم. لو زاير لندن. نعم. كان زرت المتحف الوطني بس. نعم. أنا unreal هذا شيء غير واقعي. خيالي. أي خيالي. نعم. هنا when we are talking about the imaginary situations. نعم. فعلا طبعا the imaginary situations in the present and the future. نعم. يعني this is also very important. نعم. أيضا كلش مهمة. أيضا شلون يجيبوها؟ يجيبون جملة محلولة. نعم. والجملة الثانية لازم نصحح الفعل بها. نعم. مثلا مثلا جاب they would مثلا if they play played well. إيه خلينا نفترض انهم ما مطئ ايدي if they play فقط. Well, well they could win the match. نعم. هنا could زائد فعل مجرد هي second conditional. نعم. لازم نجيب past ما نجيب present. صح. فمن نجيب past شو نسوي للفعل؟ نخلي له ايدي اكيد. نعم. نخليه طبعا الفعل بس احنا التصريف للفعل التصريف اللي هو المشكلة. نعم. this is the problem. نعم. يعني طبعا هي مو مشكلة، هي لو بداية السنة ممكن الطالب يحفظ على شكل بشكل تدريجي الافعال. نعم. إن شاء الله يتسلح بيها يعني ان شاء الله في النية يعني بداية العام القادم إن شاء الله مثل ما فعلنا في برامج أخرى إنه راح نستلم المادة شرح مفصل بشكل شرح موضوع 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 فعلا بالأسبوع مثلا ناخذ موضوعين موضوع بالإنجليزي موضوعين بالعربي فعلاً. موضوعين ونمشي وياهم خطوة بخطوة. أيوه. حتى في امتحانات الفصلية بإذنه تعالى فعلا طبعا now I am talking about the headlines of the questions. نعم. انا اسولف بس على بشكل سريع يعني. نعم. يعني بشكل وبشكل طبعا هب هازاردلي بشكل. نعم. عشوائي يعني. نعم. خو احنا هاي المواضيع عادة بالصف بالصف. نعم. نشرحها بشكل تفصيلي ممل يعني تفصيلي. نعم. دقيق جدا. نعم. اي نعم. Yes, this is the second conditional. احنا قلنا we have to compare between them. لازم نفرق بيناتهم يعني between the first conditional and second conditional. وطبعا بالامتحان ممكن يقول لك هم second conditional. Yes. يخليك اياها بين قوسين. لازم نصحح الفعل هذا تخلي له ايدي وتخلي could or would قبل الفعل مجرد بالجملة الثانية. طبعا this is the third. هاي الثيرد كونديشنال الاف الشرطية الثالثة اللي هي تعتبر difficult نوعا ما صعبة. نعم. ليش صعبة؟
خلينا let us take this example. If you had come to our party, this is the first sentence. لاحظوا نائف ربطت جملتين. Yes, if you had come to our party, إذا جيت للحفلة أو المهرجان مالتي, you would have met my uncle Ali. ستلتقي بعمي علي. لكن هنا الأزمنة تختلف. لاحظوا هنا بالإف الشرطية الأولى present simple. الإف الشرطية الثانية past simple. الإف الشرطية الثانية past perfect اللي هو in Arabic الماضي مو البسيط التام. الماضي التام اللي هو شنو الماضي التام؟ subject either had or hadn't. أما had or hadn't زائد ال أو plus the past participle of the verb زائد التصريف الثالث للفعل. ولذلك هو مختار if you had come. هذا past simple. come هنا التصريف الثالث مال come. come يأتي came come. if you had come to our party. هنا the second sentence شوية بها touch يعني صعوبة. subject plus would الدور have الدور تصريف ثالث. يعني هنا third conditional بها بالجملة الأولى تصريف ثالث وبالجملة الثانية أيضا تصريف ثالث. إيه بس هو يعني ما بيها ذاك الصعوبة يعني. ما بيها ذاك الصعوبة إذا طالب ممكن عنده مخطط إيه نعم. مخيلته أنه نعم. حافظ القاعدة يعني ويشتغل على القاعدة. موجودة والهاد تحولت فعلا فعلا فعلا. يعني طبعا طبعا if يعني if يعني comes at the beginning. نعم. بس ممكن if تجي in the middle. أكيد. So يعني نعم. if it comes at the beginning we have to put comma. Yes. If it comes يعني in the middle no we don't يعني need to put comma. Okay, so for example, this is يعني correct. Correct. She would have passed the exam. هنا مقدم ومؤخر مقدم الجملة الثانية. Would have passed. هنا this is what we have so called hint. هاي إشارة على أنه هي الثالثة. على أنه هي شرطية ثالثة. فراح يجبرنا أنه نخلي هنا. نخلي past perfect. ماضي تام. فإحنا نخلي لازم شو تصير she had. هات والاستدي التصريف الثالث مالته شنو استدت نقلب الواي وي هاف تو تشينج واي انتو اي اند اد اي دي نحول الواي الى اي ونضيف اي دي فش يصير يعني طبعا الطالب هنا ضروري جدا ما يحل لنا بس الحل وطبعا هاي مشكله انا اعاني من عندها يعني مع طلابي انه طالب يحل لي بس الحل يصحح لي بس الفعل هو المفترض هي هاز تو رايت ذا سنتنس فولي يعني كملها صحيح. يعني ذس از فيري امبورتنت فصير ذا انسر she would have شي جملة متكاملة. of course of نعم. course طبعا سؤال القواعد خلي هاي ملاحظة سؤال القواعد ما بي بس الإجابة سؤال القواعد يصحح على أنه قواعد نعم. خلي هاي الملاحظة طبعا ملاحظة سؤال وجواب جملة السؤال وجملة الجواب فعلا نعم. أي سؤال يعني the question of grammar لازم should be corrected as grammar نعم. يصحح على أنه قواعد نعم نعم عندنا علي من الديوانية اتصال نقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أشكر جهودكم المبذولة لخدمة الطلاب وإن شاء الله ميزان حسنات. الله يخليك إحنا بخدمتكم علاوي. الله يسلمكم. استفسار عن جناب الأستاذ. الله يحفظك علي. إنه للوحدة الثامنة شوية كلمات غريبة والطلاب يعني ما مسعود عليه كلمات. بلكي طريقة يعني يقدر الطالب يحفظ فيها تمارين هذه الوحدة. تمارين يا وحدة تمارين يا وحدة علاوي 7 and 8 7 and 8 هذا الطلاب الغالبية الأمة أنا أقول لك 99% الطالب العراقي يشكي من القطع الخارجية يعني فعلا فعلا والغالب تديت بيهاني صحيح اللي هي ما ضامنها 99% من طلبة العراق إن شاء الله صير خفيفة عليكم علاوي إن شاء الله صير خفيفة عليكم طريقة يعني من جناب الأستاذ يقدر الطالب يحل بيها هي يمكن اكو افعال لازم يحفظها الطالب حتى يستفاد منها بالقطعه الخارجيه فعلا بالترجمه فعلا ان شاء الله علاوي ان شاء الله وطبعا اليوم بالقاعه الامتحانيه الطلاب اللي صارت يعني الفعاليه مالتها وانا كنت امتحن بس بالتعلاقات من كثر ما الجو حار ومدير القاعه يقول لك مبرده للقاعه ما يقبل يقول الا بامر وزاري هو احنا بدنا من الحر ما يقبل يعني والله والله يعني متأكدة لو كان عنده ولد بنصكم يمتحن كان ما جاب له بس مبردة كان جاب له اركنديشن يعني إنسانية ماكو بعد فقدت الإنسانية والله صحيح والله صحيح والله يعني إنسانية والله يعني الله المعين وإن شاء الله تصيرون تعودي في الآن عراقي وأنت عراقي أنت إنسان وأنا إنسان يعني ليش ما تسمع والله صحيح هذا مستقبلي يا ريت يعني الجهات المعنية تسمعك تسمع حديث
طالب من طلاب السادس البكالوريا، علي من الديوانية، وغيره من الطلاب اللي حكيوا رقية وقبلهم. يعني ذاك الامتحان بالإسلامي أنا متيت من العطش، فاليوم جبت ماي وياي بطل يعني ماي وثلج، ما يقبل يطبب يقول لي ممنوع. هو يعني إذا ممنوع خلي يوفر لك. فعلاً. حتى هو ماي موفر لي يعني، فكهرباء شلون يوفروا لي؟ كهرباء ما يوفر لك، ماي ما يوفر لك، وممنوع تطبب ماي، لا عاد شلون يعني؟ يعني ما شلون تجاوباني ويعني إن شاء الله والله الله يساعدكم. يعني علاوي طبعاً أنا أشد على إيدك وعلى مناشدتك، أساعدك بالمناشدة لبقية المواد على الأقل يتلاحقون الطلبة. نعم، فنقول هذه مناشدة من كادر برنامج بكالوريا من قناة الطليعة الفضائية، ونقول باسمنا وباسم أساتذتنا وباسم طلبتنا في العراق لكل مراكز الامتحان في العراق، انتبهوا إلى طلابكم، الإنسانية مطلوبة، الرحمة مطلوبة، مو دنقل لكم عاونوهم بالحل، لأن نعرف هاي أشياء ممنوعة، لكن هيقولهم الجو المناسب للامتحان. الجو حار عوضوهم بمي بارد، ما عندكم مي بارد يابا خابروني والله أعطيكم أني مال مي، أي مركز يقول ما عندي والله خلي يتصل، والله العظيم أدز له إياها بشاحنة، بس خلي يقول ما عندنا مي أني أدز لكم مي مثلج. والله عيب، ترى عيب، طلابنا هذول ولدنا. يعني أتأكد إذا حتى يسمعني خلي يزعلوا مدراء المراكز ومديرات المراكز، والله العظيم أني دا أحلف يمين لو كان واحد من الطلبة ولدهم من البيت لكان هيئت لذيك القاعة أو هيئة لذيك القاعة تهيئة من الجنان. فلذلك احنا نتمنى من كل الأساتذة، هذولا ولدكم باكر يعني تشوفون من يكبرون وتتفاجئون بمستوياتهم العلمية زين. فاحنا يعني نتمنى أن تنتبهون على المناشدات ونرجع الناشد الأعلى، الجهات المعنية أن تنتبه على هذا الموضوع، لأن الطلبة دي يطلبون مو صغار، دي يقول لك يعني بالسادس يعني مو بصف أول، حتى صف أول بعد أرحم لازم يكون. ويانا اتصال آلاء من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ست عادل أستاذ يشرح لنا موضوع الفيوتر بالوحدة الثانية. أوكي. فيوتر إيه. بشكل مختصر لأن مع نهاية الوقت اتصلتي. تكتب بالنسبة للدفتر نجاوب من يسار اليمين ومن يمين اليسار. الدفتر لا الدفتر مثل العربي مو استاذ، الدفتر مثل العربي مثل العربي، لكن داخل الصفحه من اليسار لليمين، الصفحه من اليسار لليمين. اوكي ان شاء الله. هلا وحبيبتي، جيد جدا. انا ننتقل للفيوتشر استاذ. جيد. الفيوتشر طبعا الفيوتشر هو الفيوتشر ان ذا باست، المستقبل. نعم. بالماضي. نعم. طبعا اهم نقطه انه احنا نحول كل كلمة نحولها إلى ماضي. نعم. يعني نحول كل سهل طبعا الموضوع، نمسح القديم عفوا، جيد جي جي جدا. اي الفيوتشر ان ذا باست طبعا احنا ممنونين من الأساتذة بالله الكريم، يعني استاذ ضرغام يجي من كربلاء، واستاذ وائل من كربلاء، واستاذ عباس يجينا من كربلاء، واستاذ باسم يجينا من اخر بغداد، واستاذ قاسم، واستاذ حيدر، من كل واحد يجينا من جهة، استاذ جعفر، استاذ سرمد، استاذ سالم، يعني كلش ممنونين احنا من عندهم. يعني ما اعرف بعد من اذا نسينا قسم للأساتذة، جتنا 6000 وجونا أساتذة يعني كثار، نتمنى ان يعني نقدر هذه الجهود القيمة اللي قدمها أساتذتنا. يس يعني فور اكزامبل كان أستاذ علي صادق همين. نعم. جانا من كربلة. نعم نعم على هذا. فور اكزامبل ليت اس تيك ذس يعني كويكلي ذس اكزامبل كويكلي، هي ديسايدز هي از جوينج تو ترافل تو لندن. طبعا هيك يجيبون بالامتحان مثلا يقول لك هي ديسايدد، هنا هي ديسايدد، هنا حول الفعل الى ماضي. And we have, he has to say what? Future in the past. No. المستقبل زمن الماضي. Future in the past. No. طبعا this is very important. He decided, احنا عندنا والله نحولها دائما would. والإز والآر تصير either was or were. يعني no. قضية تحويلات بس. No. مثلا احنا we have to change. Can نحولها لا could. Will نحولها لا would. No. و is نحولها إلى was، فصارت he decided he sorry this is he decided he was going to travel to, يعني to London. So this is very important. إحنا قضية الأفعال المساعدة دائما نحولها
in the past. نعم. Okay. عندنا طبعاً توجيه من المخرج إنه دقيقتين بقالنا من الوقت. أي جيد. قبل هاي الدقيقتين حبيت أعرج على أستاذ علي عيدان يزعل علينا لأن فعلاً هم يبذلون جهود هو وأستاذ عبد الله صباح دائماً وياي وما ننسى أستاذ علاء الرماحي كانت هناك حادثة في طريقه وما كمل جانب أول يوم الحلقة هو افتتح البرنامج بصراحة تحياتنا إله والبقاء لله طبعاً. No. And also we have a lot of things in the grammar, especially in the grammar. The passive, this is very important, the passive, المبني المجهول. And the difference between since and for, يعني the student should be careful about for and since, and how can we compare between them. Mm-hmm. Also, عندنا تعريف المهن اللي هو defining or definitions for jobs. طبعا this is very easy, كلش سهل. Yes. وطبعا موجود هو انه شو يقول لك, define a doctor, عرف الطبيب, وبين قوسين يقول لك help sick people. No. إنا لازم نجيب لهاي العبارة اللي هي اسم المهنة مثلا no. doctor is someone who with verb with s no. for example a doctor is someone who helps sick people هنا no. طبعا هذا this is very important no. and also this is since and for we have to differentiate between no. them since now gives us the beginning of the time no. in the past no. and this is no this is it is talking about the what a period of time no. we know the beginning of the ending yes نعرف انها بدايتها ونهايتها no. تتعامل مع duration يعني no. مثلا for 2 hours لساعتين I have studied English درست الانجليزيه for 2 hours no. لساعتين إنها محددة ساعتين no. for example from six o'clock to 8 o'clock من no. الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة no. لكن since تعطينا just the beginning of the time يعني بس تعطينا الوقت أقول لك I have been working since morning كنت no. أشتغل منذ الصباح بس لوين ما نعرف إذا نعرف بس بداية الوقت no. يعني طبعا this is very important وبعض الكلمات اللي هنا أصلا موجودات بالactivity book no. الطالب لازم يحلهم هذني ايضا مهمات جدا نعم طبعا استاذ عباس شكرا على هذا الايضاح الله يسلمك شكرا جزيلا بقيه اقسام الكلام الموجود في ماده اللغه الانجليزيه للسادس الله يحفظك طبعا لا يسعنا الا ان نشكرك مع نهايه برنامجنا لهذا اليوم اشكرك واكيد ما قصرت ويانا في كل الايام اللي مضت ونستمر ان شاء الله ما تصلون الكورس الثاني او الامتحان الثاني ان شاء الله ان شاء الله من اول دور ان شاء الله دور الاول انتم تقدمون هذه تحيه خاصه لدكتور حيدر العسكري مدير عام قناه الطليعه اللي هو انجز البرنامج على عجاله قال حتى نستلحق السادس ممنونين من عنده وهو الفضل الاول والاخير في بدايه البرنامج زائدا استاذ احمد العسكري تحياتنا له وهذه تحيه لكادر البرنامج ولمخرجنا احمد الابراهيمي تحياتنا لمهندس الصوت ولمصوري الاستوديو تقبلوا تحياتي كنت معكم في الإعداد والتقديم خالد المولى في أمان الله.